إدارة دارت الببليك يعطيه الصحة تنقل، ولكن أنا نقول الحمد لله جاز في ظروف كما كنا حنا نتمناو، باسكو علاه واحد اللي يخسر يزم توجور يكون واقعي. أنا قلت مهما كانت الظروف مدي دي كونسيل اللاعبين افون بوندون ابري الماتش يلزم نكونوا اكزومبلير فير بلي، وهذه هي. حنا كنا حابين نفرحوا الجمهور تاعنا هدايا، ولحد ما كاش معنا كان مع مولدية الجزائر اللي هو فريق كبير ويستهلكوا الخير. خويا بصحتهم سي صال فوتبول، والجمهور تاعنا ان شاء الله ماش غضبان علينا، 34 سنه ما راحوش نهائي، حنا درنا ماكسيموم باش نسيو نهدوا لهم الكاس. سي صال هذه اليوم مولودية الجزائر بصحتهم على هذا التتويج تاع اليوم. كما يقول لك حنا الباركور تاعنا درنا باركور شباب طيلة الموسم. يا خويا كما يقول لك اليوم ما كتبش ربي، ما كانش معنا الحظ، كان جانب مولودية، وكما يقول لك الواحد راه راضي على المردود اللي داروه اليوم ان شاء الله.